شو يعني لانه مكبرته؟ يعني جني ملفلف. خلود مشان الله هلا لا تفتحي علينا الباب. شو يعني جني ملفلف؟ ما زين حبيبي تعال احط لك افلام كرتون مشان تتفرج. شلون بيشتغلها؟ انا بعرف الخوت. لك هيك كأنه هيك انا غرش لك احرق. شو تعرفي وردة؟ انت وحدة هيك على القديم. كيف يعني على القديم؟ يعني بتحبي تتوجعي ترتفع حرارتك، احيانا ما بتنامي بالليل، يعني هيك احيانا بحسك مو حقيقية، مثل فيلم قديم من ايام زمان، مثل فيلم لشادية بالابيض والاسود. هيك بتحسي الدنيا كلياتها غرقانة وانت دايبة بالحب. ايه انا بحب الحب، الحب حلو كتير، احلى شي بالدنيا. يبعت لهم 60 حمى هنن وهالعصير اللي بيساووه. شو طيب؟ 100,000 صحة. على قلبك. كيف شغلك الجديد؟ ماشي، بس جمع قرشين بدي اترك. ليش بدك تترك؟ معناك مرتاح؟ لا، اساسا هي مو شغلتي. بيجي لك الواحد في بجيبته قرشين بيرفع منافسه علينا وبيعاملنا مثل الخدم، ونحن لقبل كم شهر كنا سهيرة مثلنا مثله، وتنفتح لنا أبواب على أهلا وسهلا معلم وشرفت معلم. أي الله بسيطة، بدك تطول بالك. بك تعي ما نحكي بهدول القصص ونضايق حالنا. طالعة حلوة كتير اليوم. مرسي. إدريان. شبك؟ أول شيء عم فكر هداك اليوم كيف تركتي كتب الكتاب وطلعتي لعند محمود وقلتي له إنك بتحبي. شو خطر عبالك هلا؟ لأنه يوميتها زلت عليكي. وليش زلت علي؟ هلا ليكي محمود أخي وبحبه، بس هو مو لإلك، مو لإلك، يعني غير إنه متجوز وبده يسافر، بس ما في شي بيجمعكم مع بعض، ما بتشبهوا بعض بشي. عيطوا لأبو رياض بسرعة. أبو رياض، أبو رياض، أبو رياض افتح الباب. إيه ألو جابر، محمود وقع بالأرض وتأذى، الحالة على المستوصف. إيه لا تأخر.
الو اين هلا؟ انا اسف عملت لك رنه بس لانه ما معي وحدات. ليكي الوضع سيء كثير. ايه سيء. امبارح كان رح يموت. ما فيك تجي على لبنان تشوفيه شوي؟ اللي عم تقولي قاسي كثير. طيب يعني شو اللي صار لحتى وصلتوا لهون؟ بعرف وانتي معك حق 100%، بس يعني القرار صعب كثير. ما يعني ما في شيء بيتصلح بيناتكم؟ طيب ماشي يلا سلام. مين كنت عم تحكي؟ ما عم احكي مع حدا، زبون هاد عم يوصيني على شوية أفلام. يعني ما كنت عم تحكي مع نهلا؟ هلا أنت شو بدك بكل هالقصص؟ ركز على صحتك وبس. الباقي كله بيتصلح. كيفك جابر؟ أهلين وردة. عم بقول بس تخلص الأجرة اللي دفعها يا بتيجي لعندي يا أنا بسكن عندك، إيش رأيك؟ ندفع أجرة غرفة واحدة بس أحسن، منوفر. انت اللي شغل البال، انت اللي شغل البال، وانت اللي قلبي وروحي معك. أمينة بدي اياكي بكلمتين. سيرة ضرورية ولازم نحكي. شرف، بعرف انك محاربتيني وما بدك تحكي معي، بس ما بقدر. ما في حدا غيرك يسمعني. عم اسمعك، تفضل. هذا صاحب الورشة اللي بشتغل عنده عم يحكي لي، قال التعليم بالسويد للبنات اللي بعمر بنتك إجباري. كتير منيح، شو بدك أحسن من هيك؟ بقولك إيه، بس في مادة قال اسمها ثقافة جنسية. شو نعمل أمينة؟ على حب النبي تجاوبيني شو نعمل؟ والله من وقت ما سمعت الخبرية وأنا عم بضرب أخماس بأزاز. شو نعمل؟ هيتها السفرة حتجيب لنا وجع راس كتير. فكري معي أمينة، اللي عم نعمله بهالسفرة مزبوط ولا العواقب حتنقلب فوق راسنا؟ والله إذا كان خايف على بنتك كل هالقد لا تسافر. أمينة
شو وين كنت؟ كنت عم ببعت توكيل لابن عمك ابو موفق مشان يمشي لي بمعاملة الطلاق. اشبر لك لبن لبن منيح بيهدي. لازم نقوم. ليش هيك استعجلتي فجأة؟ ليكون تأخلك مني. لا بالعكس، المشوار معك كتير بيسلي، بس مشان مازن خطي تاركته لحاله. هلا شو صاير عليه مازن؟ ليكه طاب عم ينط مثل القرد من قرنه لقرنه، بعدين مو تاركتي عم تخلوه؟ يا خلص طنشي شوي. معلش يا حرام. أنت عم تعلقي بالولد كتير ها؟ يعني أولته وآخرته رح يرجع لعند أهله. مو ضروري. بجوز الله بعتني لهالولد لحتى ساعده. انتي مقدرة شو يعني تمسئلي عن ولد؟ مقدرة المصروف، المسؤولية، ايه مرض مرضى صغيرة حطيتي اللي فوقك واللي تحتك حق أدوية. ايه بس أنا عم بشتغل واللي عم طلعهم ماشي حالهم عم يكفونا. لك يا ستي افترضي ما عاد دنياكي بالموت. افترضي مثلا صار دعكي هون بلبنان، شو بدك تساوي؟ طلع 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 بالشمس لا تدير وشك. قال إذا كل يوم هيك منساوي وقت الغروب بعمرنا ما منعتاز نظارات. هلأ إذا رحنا طرقنا إبريئين جزر بشرفك بشرفك، مو نفس الشيء. مو نفس الشيء. بالله دير وشك خليك عم تطلع. تعرف إنه البحر هون علي غربتي باللبنان؟ طول عمري كنت أحلم إنه يكون عندي بيت على البحر. مازن مازن منام حبيبي، هذا منام. كيفك؟ عملت مسقعة باذنجان واشتهيتك فيها. ما بدك تاخذها مني؟ جبتلك 3 كيلو بردقان تاع العصير، وهاي عصارة لازم تشرب عصير كتير عشان الرشح والكريم. هاي
تشوف حرارتك اذا نزلت. ارفع راسك. نزلت خلاص ما بدها تشوفها. اسمع عاد. ايه لا لا نزلت 38. هاي هي صورة البنت اللي داير بين رفقاتك عم تقول على انها صاحبتك؟ صورة منى؟ من وين جبتها؟ لك هاي يابا بعد ما انت تركت البيت لقيتها بأرض الخزانة فجبتها قلت بعطيك اياها بس بغمرة الأحداث راحت عن بالي. بغمرة الأحداث؟ بعدين انت ليش معصب؟ ما البنت تركته انت وياها بعدين اتجوز وصار عندها أولاد. لك حاطت صورة رفيقتي بجزدانك؟ بابا انت مريض. مازن مازن تعال هون. ولا انا ما قلت لك تحط طاقتك قبل ما تنزل؟ ادانك مثل البوز. يلا روح. ما بعرف حاسه حالي ضايعه مع انه الزلمه طلق. حاسه اذا قربت منه هلا بدي اضعف. عم تفهمي علي ما؟ لا. لك هو هي الشغله ما لها قيمه عنده انه بيستخف فيها كثير. ليش عم تضحكي؟ مو قلت لك انت على ايام الابيض والاسود وهذا تليفون ابو قرص؟ اي لا لا انت ما عم تفهمي علي. انا تربيت انه هاي الشغله كثير غاليه على البنت وما لازم تفرط فيها قبل الجواز. هاي الشغله لك حتى بالحكي بتحكي فيها مثل كانه ستي بالغمز وباللمس. مو على اساس بدك تدوبي بالحب مثل الغزله. عم بلا بس هديك العمله شو لها علاقه بالحب؟ ها انت من هدول العالم تبع الحب المكاتيب عنتر وعبلة محمود وهبلة. ايه معلش شي احسن. دخلك شو وضع اخو؟ عم بيحاول يتمدد هو الثاني؟ لا ابدا لا، حتى ما حاول يمسك لي ايدي. قولي هذا اللي بنخاف منه؟ هذا هو اللعيب الصح. وردي
شوفي ما غلطت ولا غلطة، كتير سهلة. قلتلها نشوف. ايه برافو عليك يا شاطر. قلتلك انه هدول اخدناهم بالتاني وكتير سهلين، بس بالتالت شايين شغلات اصعب بكتير. ايه بعرف، وانا اصلا حطيت لك هدول مشان تتذكرهم وبعدين جايين على الصعبين. ليش انت بتعرفي كيف تحلي الصعبين؟ اذا ما عرفت بنسال جابر، هو دارس محاسبه وشاطر بالحساب. اسمه رياضيات مو حساب. وانا نايم عوش الصبح بفتح عيوني بلاقي ابو غضب بوشي. بقول له شو مالك؟ لك شو مالك؟ بقول لي امه توفى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. بقول له غص بالك ما عاد يسر، لك هاي كارثه، كارثه كبرى. والمره الثانيه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واجت الظهر فوت صدام حسين على الكويت، السما شتت خرب. انت اكبر قدر. يا احلى الفصحى عيني على مضوج البحر والقمر نور عيني عيني على موج البحر. امسك ولك امسك يا زلمة، شو مالك بناتنا؟ يسلم. انه هيك لكان يعني رفضونا إدارة المهرجان. ايه ما عجبناهم، قال مستوى الفرق اللي مشاركة احسن منا بكتير. شغلي لازم نخبر ابوك. شكله كتير متضايق وزعلان، مفكر طلعت المانيا انفقست بس بسببه. ايه لحد يجيب له سيرة. ما عم تتعب من الشغل بالليل وبالنهار؟ بلا والله عم بتعب، نهاري كله تعب تعب، بس مو مشكلة، يعني خلي الواحد يضل مشغول أحسن ما يفضى ويشتغل هارد. الشيء الوحيد عم يحسسني إني بني آدم هو هذا الشيء، الوقت اللي عم أقضيه معك. إي معك حق، والله عم نتسلى، لولا هيك بدي أخلق الواحد. كيفه محمود؟ منيح منيح، ماشي حاله، على الاغلب يرجع لمرته. عنجد؟ ايه نهلا استعجلت، حسيت حالها ندمت، المجنونه بتحبه كثير.
الواحد بالغربة بيفصل ويخبص بمشاعره وبقراراته ويتوهم شغلات هي ما لها موجودة. أنا رأيي لازم يسافر أول ما يرجعوا قبل ما ترجع المشاكل بيناتهم. مرحبا جبارة، جايب لك برازق وغريبي حلوان، أول ورشة باخدها ببيروت. مبروك يا زلمة. وأنا عم بقطع الشارع ولا سيارة قد الدبابة لسه ما عرفت لها ماركة، بتشوفني شف بميل عنها بآخر لحظة بطلع هيك، ولا بشوف أبو ربيع البلبل قاعد ورا الدركسيون نزل لعندي ركض وأخده بالأحضان. مين ها؟ أبو ربيع البلبل كان يرمي هاون معانا بخلدة، منفده من الموت مرتين. شو بو؟ جايك بالحكي، مش كان صوته حلو وبيغني أغاني ثورية؟ ما بعرف ايه. بطل يساري وصار حجي وصار عنده فرقة إنشاد وموالد على كيف كيفك وبدور فيها أوروبا وكندا وإستراليا، وهيو جاي من نيجيريا تازة. ف قلت له صوتك حلو وبتقول عتابة، فقال حبيبي يسمعك وإذا عجبته بشغلك وبتسافر معاهم. وهاي كرتها أبو ربيع البلبل، فرقة موالد وإنشاد ديني. إيش يابا؟ نعمل معاه موعد بكرة؟ هل من مشاكل يا مارتن؟ أريد أن أعرف. خليني روح أشتري من عند أبو رياض ولعب مع الأولاد، داخل إيه؟ إيه حبيبي، فيك تروح تلعب بالساحة بس لا تطلع براتا، لا تخلي ولا أي ولد يضربك. ها يلي بيضربك اضربه. يلا قوم اتحرك اتحرك لك، يلا وزمر على الكوع. بعده شوي انزلي بعده، انا بدي اشوف. اه يا كلاب يا اولادك، تعال يا واطي يا قلت الباقي يا كن، ولا واطي لك عم قصص علي يا كن. والله مو انا، والله مو انا، ما دخلني، هنن كانوا عم يتطلعوا عليك. خلص ولك كلب، انا شفتك بعيني يا واطي عم قصص ولك عم تكذب ولك التو. لك شو صار لك ابو رياض؟ اتركه للولد، لك هذا ولد صغير حاجه تضايق حالك. خلاص انت مالك علاقه، لا تدخل بلوب، فهمتي؟ امشي لشوف شو اخذ القصه هاي معك مع ست ورده اللي حاوتك عندها. امشي. والله ما خلي. صب 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 شبك هاي صب، يلا بكفي. خلص تغسيل وترك شوية مي سخنة لابن عمك عشان يغسل. ليش هيك عم تعمل أبي؟ اليوم شفنا على الموبايل المجاهدين عم بجلدوا واحد لما مسكوه عم يدخن. مجاهدين؟ وكمان جمعوا كروزات دخان بالساحة وحرقوهن قدام العالم، كروزات دخان قد الجبل. أساساً أنا كنت ناوي بطل الدخان من زمان، من قبل القانون. يلعن أبو الدخان وساعته. استغفر الله العظيم، الله لا يتوهن رأيي. لك حطي حالك محلي، ولا ليش تحطي حالك محلي؟ كم مرة عملوه معك وأنا ذبحتن ولعنت أبو أهلن، إيه ما بيصير؟ إيه روق أبو رياض روق، كله شقفت ولد صغير وما له فهمان شو عم يصير حواليه. ولد صغير؟ والله أنت الولد صغير، مو عرفانة شو عم بيصير حواليكي، لك تطلع بوشه كله رزالة. شوفي وردة معك لبكرة ترجع المخيم، مفهوم؟ لا والله ماني موديته.
وردة بدك ترجعي، أنا ما فاتح ملجأ. ولك يا أبو رياض، أنت ليش عم تعيط؟ وردة معها حق، هاي شغلة بتخصها، هي بتقرر الولد لازم يضل ولا لازم يمشي. وحضرتك أنت مين دخلك بالموضوع؟ بعدين أنت شو عم تساوي هون؟ هلا مو مهم شو عم ساوي هون، المهم كان جاي يعطي درس حساب لمازن. المهم يا أبو رياض إنه هذا ولد صغير وأنت غلطت لما مديت إيدك عليه. شوي وردة وعيتك، حكيني كلمتين على جنب. ولو يا أبو رياض ولو، هلا هيك بنعمل مع بعض، نرجع نظلم اللي انظلم ونقسى عليهم؟ والله ما بصير هيك. خلاص رعبي هدان. طيب طيب بوسي هون. ماشي ماشي. لولاك ما كنت رح أعرف هالديلة أبو رياض. أنا سابق. يلا لاحقك. عبدو شو بدي يا كابتن فتاي؟ دبر راسك. لك حاسب معك وزرزل انت وياه ولا تضرب منك له. ما عملنا شيء ابي، شو بقطع لخلقك علينا؟ وعم ترد جوابات بوشي ولا؟ قوم قوم من اللي انت وياه، قوم من العلا بلا ولا؟ قوم قوم العب فوتبول. عدوا امي عدوا، بلا نزلتكم بهالليل. ادعي خلينا بدنا نتسلى هون، ما عم تخلونا نلعب. عم اقول لك اقعد، بلاها نزلتكم بهالبرد. أنا قلت ينزلوا يعني ينزلوا. لا ما بدهم ينزلوا، ولادو بدهم يتسلوا، بشو مضايقينك؟ عم يلعبوا بالطابة شي؟ عم يلعبوا باسرة. لك أنت أصلاً عم تتحديني؟ مثل ما بدك افهمها. شو قلتي؟ أبي شو بدك للتانية ولا إيه؟ أنت معصب من تبطيل الدخان، مشاني قوم اتمشى شوي. مشان هاتي جاكيت لشوف. ولا نص نصيصة؟ شو دخلك انتي بيني وبين ابوكي؟ قاعدة عم تداري وتهدي؟ تركي تركي لشوف لوين بدها توصل مواصيله. طلعي منا انتي. ايه طلعي منا. امي اخزي الشيطان، يعني ليش بدك تكبريها؟ ليكو راح يتمشى هلا بيروق وبيرجع. كرمالي طولي بالك، الله يخليكي كرمالي. بعد عني يبليكي بقتلك ان شاء الله.
ايش مالك يا زلمة؟ حاسس جيتي كلها لهو ما لطعمي. هلا بحياة امك كثير شايف صوتي خرج غني. الزلمة رايد يخدمنا بغض النظر عن نوابك. انا صاحب فضل عليه. فوت فوت فوت. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. مش هيك مش هيك اسمع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. ابو ليلى شبنا ما بلا تقول على دلعونا بقى. يلا تنو جايين مشانه نحن الله يرضى عليه. ولا ما بدك؟ اوكي تفضل يا عمو. مثل ما بقول انا بتقول انت. ركز معي. طالع البدر علينا